في الصين كانت قصة الصليب تبدو يوماً ما غريبة وبعيدة كبعد المشرق عن المغرب، أما اليوم فإن رسالة الصليب هنا في وسطنا. أثناء ثورة الملاكمين قتل 236 من المرسلين الغربيين و23 ألف من المسيحيين الصينيين. في السنوات الخمسين التي أعقبتها جاء المزيد من المرسلين الغربيين إلى الصين، وقد أسس هؤلاء 19 جامعة وأكثر من 6000 مدرسة ابتدائية وثانوية وأكثر من 900 مستشفى، وقد تزايد عدد المسيحيين الصينيين إلى أن بلغوا 700 ألف شخص. وقد اعتقد الحزب الشيوعي الصيني أن هذا النجاح نشأ بسبب الغزو الثقافي الإمبريالي، لذلك فقد طردوا جميع المرسلين الغربيين وأرغموا المرسلين الصينيين على إنكار عقيدتهم وفرضوا تعليماً علمانياً على جميع الصينيين. وبعد مرور 50 سنة أخرى أصبح هناك نحو 70 مليون مسيحي في الصين، أي بزيادة مقدارها 100 ضعف. ولد 3 قادة مرسلين في الوقت الذي سفكت فيه دماء الشهداء المسيحيين في ثورة الملاكمين، مينغ داو وانغ وجون سانغ وواتشمان ني. ولد مينغ داو وانغ في بكين سنة 1900، وفي سن 20 بدأ عمله كمبشر، وفي سن 27 أصدر مجلة فصلية اسمها الطعام الروحي. وفي سنة 1955 سجن بسبب إصراره على عدم إنكار إيمانه، وأثناء سجنه ضعفت معنوياته بسبب التحقيق المتواصل والتعذيب، فأرغم على توقيع وثيقة ينكر فيها إيمانه. وبعد إطلاق سراحه لم يتمكن من العيش بسلام، فما كان منه إلا أن سلم نفسه للسلطات، فسجن هو وزوجته، وكان السجن مؤبداً هذه المرة. في سنة 1977 أطلق سراح السيد وانغ، أما مينغ داو فقال إنه يفضل الموت على إطلاق سراحه، ولكن بعد سنتين أرغمته الحكومة على الخروج من السجن. مع أنني أعيش في الظلام فإن الرب نوري، وأنا أريد أن أحتمل غضبه لأني أسأت إليه. مات مينغ داو وانغ في سنة 1991، وماتت زوجته في سنة 1992. ولد جون سانغ في سنة 1901، وفي سنة 1926 درس في أمريكا وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء، ثم التحق بإحدى كليات اللاهوت في نيويورك، وقد ظن رئيس الكلية أن جون سانغ مجنون، فتم احتجازه لمدة 193 يوم. وفي فترة احتجازه تلك قرأ جون سانغ الكتاب المقدس 40 مرة. وفي طريق عودته إلى الصين ألقى جون سانغ مفتاحاً ذهبياً في المحيط الهادئ، كان ذلك المفتاح هو رمز حصوله على شهادة الدكتوراه. وفي السنوات 17 اللاحقة قام جون سانغ الذي صار يعرف بسانغ المجنون، قام بنشر الإنجيل كما تنتشر النار في الهشيم في كل من الصين وجنوب شرق آسيا. وفي سنة 1944 مات جون سانغ عن عمر يناهز 43. أما واتشمان ني فولد في سنة 1902، ومنذ أن كان في 28 كتب الكثير باللغتين الصينية والإنجليزية. وفي شانغهاي أسس كنيسة تعرف باسم كنيسة المجموعة الصغيرة المحلية، وسرعان ما انتشر هذا النوع من الكنائس في جميع أرجاء البلد،
وفي سنة 1952 أدين واتشمان ني بالقيام بأعمال مناهضة للثورة، وسجن في سجن بيماولينغ، ثم مات فجأة في سنة 1972 قبل انتهاء مدة محكوميته بقليل. هؤلاء الرجال الثلاثة الذين ولدوا في فترة ثورة الملاكمين أصبحوا فيما بعد مؤسسي الكنائس المسيحية الصينية. وبالرغم من اشتداد ريح الاضطهاد في أواخر القرن العشرين، إلا أنه لم يعد بالإمكان نزع جذور المسيحية من الصين كما كان الحال في عهد تانغ ومينغ وشينغ. وبدلا من ذلك فقد ازدهر الإيمان وأصبح أقوى من أن يقمح. ومن ماثيو ريتشي وروبرت موريسون وهاتسون تايلر إلى شهداء ثورة الملاكمين، فإن البذور التي زرعت بحياة آلاف المرسلين الغربيين ودمائهم أدت في النهاية إلى تعمق الجذور في هذه الأرض الناشفة القديمة. كان أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين يحكمون السيطرة على القارة الصينية في سنة 1949 كانوا ملحدين متشددين. ومع أن الدستور يعترف بالحرية الدينية، فإن الهدف المبطن للحزب الشيوعي هو وضع حد للديانات وتغييرها والقضاء عليها في نهاية المطاف. في الفترة الواقعة بين سنة 1949 و 1953 قتل بضعة آلاف من المسيحيين وسجن عشرات الآلاف. وأثناء حدوث هذه الأهوال وجه رئيس الوزراء جو إن لاي الدعوة إلى وو ياو زونغ لحضور عدد من الاجتماعات. لقد أسسوا حركة المبادئ الذاتية الثلاثة الوطنية التي كانت تدعو إلى الحكم الذاتي والدعم الذاتي والتوسع الذاتي، وكان هدفها جعل جميع المسيحيين تحت السيطرة التامة للحزب الشيوعي. لقد سجنت لأني رفضت الانضمام إلى حركة المبادئ الذاتية الثلاثة الوطنية. أنا أحب بلدي كثيراً، وتلاميذي هم أفضل عازفي بيانو في الصين. أنا لم أخرق أي قوانين، ولكن الحكومة أرادت أن تدينني بأي حال من الأحوال، والسبب الحقيقي في ذلك هو أنني كنت أنادي بالإنجيل وأنني رفضت أن أنضم إلى كنيسة المبادئ الذاتية الثلاثة. لقد كنت صديقاً مقرباً لوو ياو زونغ قائد حركة المبادئ الذاتية الثلاثة. دهشت حين طلب مني أن أكون جزءاً من القيادة. لقد رفضت رغم معرفتي بأن رفضي سيؤدي إلى سجني وإرسالي إلى أحد معسكرات العمل. لقد فكرت في كل العواقب، وفي مساء يوم 28 أيار مايو 1956 جاءت عناصر من الشرطة ومن الأمن العام لاعتقالي. في 14 أيلول سبتمبر سنة 1955 حكم علي بالسجن 16 شهراً، وفي سنة 1958 حكم علي بالسجن لمدة 20 سنة. كانت أول مرة سجنت فيها في سنة 1960 لأنني رفضت الانضمام إلى حركة المبادئ الذاتية الثلاثة. لماذا يفضل هؤلاء الإنجليون السجن على الانضمام إلى كنيسة المبادئ الذاتية الثلاثة؟ نحن نؤمن أن يسوع هو رأس الكنيسة وليس أي شخص أو منظمة. يجب فصل السياسة عن الدين، فعندما تحاول الدمج بينهما فإن الكنيسة تتراجع ويمكن أن تصبح أداة سياسية. كانت لديهم شكوك خطيرة تتعلق بإيمان قادة كنائس المبادئ الذاتية الثلاثة. في أحد الأيام سألت وو يو زونغ على العشاء،
عن رأيه في المعجزات التي قام بها يسوع، فقال إنه رفض هذه المعجزات منذ زمن طويل. كل من وو يو زونغ ودينغ وان شون ينتميان إلى مجموعة غير المؤمنين، ونحن نرفض الانضمام إليهم لأننا نعتقد أنهم غير مؤمنين. وفي غضون 10 سنوات كان جميع المبشرين الذين رفضوا الانضمام إلى كنيسة المبادئ الذاتية الثلاثة قد سجنوا أو أرسلوا إلى معسكرات العمل. كانت السيدة يانغ شينغ في واحدة من هؤلاء الأشخاص، فقد تخرجت من أكاديمية شانغهاي الموسيقية في سنة 1957، وكان عمرها 27 سنة عندما اعتقلوها، وقد أمضت 20 سنة في السجن. ليلة القبض عليها كان والدها مريضا جدا. كان والدي طريح الفراش، ذهبت لتوديعه وسألت عن أمي أيضا، فقد كنا نصلي دائما قبل أن نغادر البيت. كان هناك شرطي يقف إلى جانبها وشرطي آخر إلى جانبي. صلت أمي إلى الرب وتضرعت إليه أن يعتني بي، ارحم ابنتي، دعها تغادر بسلام وارجعها إلينا سالمة معافى، كن يا رب معها. ثم غادرت البيت وذهبت إلى معسكر العمل. في هذه الفترة العاصفة والقاسية من الإيمان كانت الأرض متجمدة وكئيبة، كانت البذور تكافح تحت الثلج والجليد لتعميق جذورها بانتظار أن يأتي فصل الربيع. لقد أمضيت في السجن 21 سنة و8 أشهر في مقاطعة هيلونجيانغ بالقرب من حدود الاتحاد السوفيتي السابق. كان الطقس بارداً جداً هناك، وقد مات الكثير من الأشخاص، ولكن طوال هذه السنين لم أمرض يوماً. لذلك فأنا على يقين بأن الله ما زال يريدني أن أفعل شيئاً ما. كان الجزء الأصعب هو أن جميع النساء المجرمات كن محجوزات في غرفة واحدة، وكان النوم صعباً جداً بسبب الضجيج، كما أنني كنت بحاجة إلى الصلاة كل يوم، وإلا فلن أتمكن من النوم. لذلك فقد كنت أنتظر إلى أن ينام الجميع، ثم أتسلل من سريري وأركع وأصلي إلى الله. كنت أفعل الشيء نفسه كل ليلة إلى أن غادرت معسكر العمل. كنت أضطر إلى وضع البطانيات فوق رأسي والصلاة. لم يكن هناك كتاب مقدس، ولكن كانت هناك ترنيمة أحفظها، فوق تل بعيد دق عود الصليب. إنني أحيي ذكر الصليب إلى أن أرى وجه الحبيب، وسيبدل ذاك الصليب ذات يوم بتاج عجيب. كنت أرنمها المرة تلو الأخرى لإبقاء معنوياتي مرتفعة. كان درب الصليب مليئاً بالإذلال والألم، وبالنسبة للأشخاص الذين اختاروا السير في هذا الدرب فإن كل خطوة ممزوجة بالدم والدموع. لقد سجنت لمدة 23 سنة، ولو قيل لي إن ذلك سيدوم 23 سنة لما ظننت أنني سأحتمل الأمر. عندما عقدوا اجتماعاً عاماً لانتقادي والتخلي عني، سألوني هل ما زلت تؤمن بيسوع؟ ثم شدوا شعري وأذني وقرصوني وأسقطوني أرضاً وركلوني وشدوا القيود في يدي وسألوني هل تؤمن؟ هل ما زلت تؤمن؟ لقد حفرت القيود مكانها في لحمي الذي بدأ يتقرح، وقد استمروا في شدي من قيودي إلى الأمام وإلى الوراء، وقد كنت أصلي إلى الرب لقد تبعتك قدر استطاعتي، أنا متأكد من أنك لا تتمجد عندما ينكرونني ويعذبونني كل يوم، أنا عبدك وابنك. وأثناء صلاتي كنت أعهد بعائلتي كلها إلى الرب، ثم عقدت العزم على الانتحار. لكن كيف سأفعل ذلك والقيود تكبلني؟ وفي أحد الأيام عندما ذهب الحارسان إلى استراحة الغداء، قفزت فوق السرير ونزعت المصباح الكهربائي. كنت أخطط للانتحار بسعقة كهربائية، ولكن الكهرباء لم تكن بالقوة الكافية لقتلي. وفيما بعد أخبرني بعض الأشخاص أن القيود هي السبب، فالقيود حولت التيار الكهربائي وأنقذت حياتي.
وبينما كنت أفعل ذلك لاحظني بعض السجناء وراحوا يصرخون موسيس شي يريد أن ينتحر. استدعاني المسؤولون الحكوميون ووبخوني قائلين: من الواضح أنك تريد تهديد الحكومة، هل تريد أن تضع الحكومة في ورطة سيئة بأن تقتل نفسك؟ وفي الليل اعترفت لله قائلا: أبي السماوي، لقد أخطأت وأعوزني مجدك، لقد احتملت 12 سنة من العمل في معسكر الاعتقال واحتملت الكثير من الألم، فلماذا لم أتمكن من الاتكال عليك حتى النهاية؟ أنا لا أستحق مجدك، سامحني من فضلك يا رب. ثم سمعت الرب يقول لي: ابن الحبيب تكفيك نعمتي، ابن الحبيب تكفيك نعمتي. ثم قال لي للمرة الثالثة بصوت رقيق جدا: تكفيك نعمتي. لقد عزاني الرب وبنعمته بقيت على قيد الحياة. في الوقت الذي كان فيه آلاف المسيحيين يعانون داخل السجن من أجل الصليب، كانت العواصف خارج السجن تزداد شدة. فبعد سنة 1958 أغلقت الحكومة عدة كنائس بحجة توحيدها، ومن أصل 66 كنيسة في بكين بقيت 4 كنائس فقط مفتوحة، وفي شنغهاي بقيت 8 كنائس مفتوحة من أصل 204 كنائس، وفي كوانغجو بقيت كنيسة واحدة مفتوحة من أصل 42 كنيسة، وفجأة بدا وكأن الكنيسة الصينية تذبل وتموت. في سنة 1966 عندما بدأت الثورة الثقافية واجهت الكنيسة الصينية خطر الفناء. تم التنصل من رجال الدين المسيحيين وتدمير الكنائس، وتمت مصادرة منازل المؤمنين المسيحيين، وتم إحراق الكتب المقدسة، وحتى إن كنائس المبادئ الذاتية الثلاثة لم تنجو. وقد ادعت زوجة الرئيس ماو أن المسيحية الصينية قد انتهت وأنها أصبحت تنتمي إلى متحف التاريخ. أينما ذهبت كنت ترى الحرس الأحمر، وأينما ذهبت كنت ترى المتطرفين المسلحين. لقد ذرف مؤمنون كثيرون الدمع سرا في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بزوغ الفجر من جديد. أذكر بوضوح أنه في 16 حزيران 1966 تم تعليق أكبر ملصق كتب عليه: فليسقط الكلب الإمبريالي المرسل زانغ يوبي. قلت: لا يمكنني أن أغير إيماني بيسوع. فأجابوني قائلين: أيها الأحمق العنيد، اذهب لترى إلهك. ومنذ ذلك الحين حبسوني في زريبة للبقر. أذكر أنني رأيت مسيحيا يقف على المنصة، لقد تبرأوا منه ودعوه بأنه قائد المشعوذين. كانت هناك أخت مسنة في منطقتنا، وعندما صعدت إلى المنصة صاحت قائلة: آمنوا بيسوع المسيح، لا تخافوا الموت. لقد تمت إدانتي بالقيام بأعمال مناهضة للثورة، وذلك بسبب إيماني بيسوع. كانوا غالبا ما يعقدون اجتماعات عامة للتبرؤ مني، وقد واجهت عائلتي كلها المصير نفسه. لقد تم إغلاق الكثير من الكنائس وجرى اعتقال المرسلين أو أنهم أرغموا على ارتداء قبعات الرقص الطويلة، وكانت أيديهم تطلى باللون الأسود. لقد تم تدمير الحياة الكنسية بالكامل. هبط إله زائف على مذبح الله. فعندما وقف ماو تسي تونغ وأطل على ساحة تيانان مين ولوح للمتشددين الواقفين في الأسفل، بدا وكأنه سلب قلوب جميع الصينيين وعقولهم. فخامة الرئيس ماو، نعاهدك بأننا سنكون خلفاء الطبقة العاملة وخلفاء الثورة. سوف نتبعك ونجعل الثورة تستمر طوال حياتنا. سوف نحطم العالم القديم ونبني عالما جديدا للطبقة العاملة.
لقد تمنى الإمبرياليون والمطالبون بالإصلاح أن يتمكنوا من تغييرنا وأن يغيروا أجيال المستقبل بسهولة، ولكن هذا لن يحدث أبداً، فسوف نتبنى الأفكار العظيمة لماو تسي تونغ وننشرها في جميع أرجاء الصين والعالم. ولكن تحت هذه الأمواج العاتية الناشئة عن هذا الإعصار العظيم بقي المؤمنون الحقيقيون وتمسكوا بإيمانهم. كانت صورة الرئيس ماو أكبر من الحياة، وقد كانوا يرغموننا على السجود والاعتراف أمامها، لكني رفضت السجود ووقفت مترنحة من جانب إلى الآخر. كان الناس يصرخون وكانت الكلاب تنبح وتعضنا، كما أن المسؤولين أحضروا مقصات وقصوا شعري. انبطحت على الأرض ولكني لم أركع أمامهم. عندما كنا ندرس الأوضاع الراهنة أو أقوال الرئيس ماو كنت ألزم الصمت، وكنت أرفض أن أنشد أناشيد الثورة ولا حتى مقطعاً واحداً منها، وكنت أرفض أن أؤدي التحية التي تقول يعيش الرئيس ماو، وكنت أرفض أن أرفع قبضتي لإظهار ولائي. لقد استجوبوني. وسيس شي، أجب عن هذا السؤال، هل يمكن للرئيس ماو أن يذهب إلى السماء؟ كان هذا سؤالاً صعباً، فإن قلت إن الرئيس ماو لا يمكن أن يذهب إلى السماء فسوف يضربونني حتى الموت. لقد كانت لحظة حياة أو موت. في ذلك الوقت كنت أصلي نهاراً وليلاً، لقد أمضيت كل وقتي في الصلاة ولم أحظى بنوم كاف، لذلك فقد وقفت وأنا مكبل وقلت الباب إلى السماء مفتوح على مصراعيه ويمكن لأي إنسان أن يدخله طالما أنه يعترف بأن يسوع هو ابن الله وأنه صلب على الصليب وأن دمه يقدر أن يطهر جميع خطايانا. فإذا اعترف الإنسان بأنه خاطئ وبأنه مستعد لقبول يسوع مخلصاً لحياته فسوف يدخل باب السماء، فباب النعمة مفتوح على مصراعيه. الآن هو وقت خلاص، وكم أرغب من كل قلبي أن أراكم جميعاً تتوبون وتقبلون يسوع ونعمته. نزل أحد مسؤولي الحزب الشيوعي عن المنصة وضربني بغضب. موسيس شي، أنت تعظنا مرة أخرى؟ قلت لقد طلبتم مني جميعكم أن أتكلم، فهل كان بإمكاني أن أرفض الإجابة عن سؤالكم؟ كان هذا الرجل العجوز السيد ساي، وقد سجن في عهد الثورة الثقافية، وقد اتهموه بأنه معارض للرئيس ماو. أنا لم أرفع ملصقات الرئيس ماو لأنه في ذلك الوقت كان الشعب الصيني يعبد ماو كإله، وأنا أؤمن بأن يسوع هو الله الحقيقي الوحيد. عقدت الحكومة اجتماعاً عاماً حضره نحو 10,000 شخص لجحدي وإنكاري، وعندما طلبوا مني أن أعترف كانت أولى الكلمات التي خرجت من فمي هي لأنه هكذا أحب الله العالم. بموت الرئيس ماو في سنة 1976 انتهت حركة تأليهه التي شملت الأمة كلها، وقد كان تأليهه كارثة على الشعب الصيني. سنة 1977 بدأت اجتماعات الكنائس البيتية في بيوت المؤمنين، بدأت تزدهر في المدن وفي جميع الأرياف. كان الناس يجتمعون كل يوم في هذا الميدان الفارغ في متنزه شانغهاي الشعبي لكي يصلوا معا، وسرعان ما ظهرت أيضا بعض كنائس المبادئ الذاتية الثلاثة، وبهذا اكتشف الناس بسرعة أن المسيحية لم تمت في الصين.
في الحقيقة أنه حتى في تلك الأوقات العصيبة كان الإيمان بالمسيح ينتشر بطرق معجزية. كان ليو يوانبو معلماً في قرية وهو من مقاطعة هينان، وكشاب فقد ذهب إلى بكين لحضور استعراض الرئيس ماو للحرس الأحمر. كان الطلبة الذين ذهبوا إلى بكين من الطلبة المتفوقين، وبعد عودتنا من بكين تم تعييني ضابطاً في الجيش الأحمر. في ذلك الوقت كنا نجهل الكثير من الأمور، فقد كان كل ما نريده هو أن نعيش ونموت من أجل الرئيس ماو إلى أن يأتي وقت الممات، ولا يمكنني أن أنسى ما حدث عندما أنكروا مرسلة عجوز. وفي الحقيقة أنني كنت معنياً بشكل مباشر بتنظيم الاجتماع العام الذي سيتم فيه اتهامها ومعاقبتها، ولكن عندما ضربها الحرس الأحمر ردت بلطف: يا رب اغفر لهؤلاء الأولاد لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وفي سنة 1978 بدأنا أنا وزوجتي بتأسيس كنيسة بيتية في منزلنا. في البداية كان الحضور قليلاً جداً، أما الآن فقد زاد عددنا عن 3000 مؤمن. بدأت أول مدرسة تدريبية في منزلي، واليوم هناك 40 أو 50 مدرسة تدريبية كهذه. نحن أولاد الله، ولكنهم يقولون إننا أحفاد التنين. وانغ شينغساي قائد إحدى الكنائس البيتية كان قائداً في الجيش الأحمر في وقت ما، ولكي يظهر ولاءه للرئيس ماو قام باضطهاد أمه التي أنجبته بسبب إيمانها بيسوع. حيث أني كنت عضواً فاعلاً في الثورة الثقافية، فقد كنت أضع ملصقاً كبيراً أشجب فيه أمي علناً، فأنا لم أرغب في أن تربطني بها أي علاقة، ولا سيما على الصعيد السياسي. وبالرغم من كل ما فعلته بها فقد كانت تصلي لأجلي، كما أنها صامت 20 يوما، وهذا جعلني أفكر إذا كان هناك شيء يضر بالأبناء فمن المؤكد أن الأم لن ترغب في أن يكون لأولادها علاقة بهذا الشيء. كان لابد من أن أفكر في ذلك. لقد خاطرت بحياتها في سبيل أن يؤمن ابنها بيسوع، رغم أن يسوع هذا كان مرفوضاً ومداناً ومصنفاً كشخص شرير في بلدنا. كنت أتساءل ولكني لم أعرف السبب. وفي أحد الأيام جاءت أختي الثانية إلى البيت وسألتني إذا كنت أحب أن أقرأ كتاباً. قلت لها إني أحب ذلك. في تلك الأيام كنت أحب أن أقرأ أي كتاب. في وقت لاحق أعطتني كتاباً بدون غلاف أمامي أو خلفي، كانت بعض الصفحات مفقودة حتى بداية الإصحاح 7 من إنجيل متى، وحالما بدأت أقرأ فيه تحركت مشاعري. فقد قرأت في الإصحاح 7: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدين التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. قلت في نفسي إن هذا صحيح، وعندما سألت أختي من كتب هذا الكتاب وأخبرتها أنه كتاب رائع ظنت أنني قد قبلت يسوع. قالت إن هذه هي كلمات يسوع. غضبت جدا وألقيت الكتاب خارجا في فناء البيت، وقد آلم ذلك أختي كثيرا. أسرعت إلى الخارج والتقطت الكتاب المقدس وأخبرتني أن مؤمنة بالمسيح ماتت في فترة الثورة الثقافية في سبيل إنقاذ هذا الكتاب المقدس. قامت أخت وانغ بدعوة أحد المؤمنين للتحدث مع أخيها، وفي وقت لاحق مات هذا المؤمن في السجن. لقد دعوته إلى غرفتي، وعندما رأى كل تلك الكتب على مكتبي سألني إذا كنت قد قرأتها كلها. قلت له إنني قرأتها كلها، ثم سألني: يبدو أنك باحث عن الحق. قلت: أجل. فأخبرني أنني لن أجد الحق على الأرض، وقد ضرب لي مثالا فقط: كانت هناك شجرة مشمش محملة بثمر أصفر ناضج يتساقط إلى الأرض، فجاء خنزير وأكل الثمر. بعد ذلك راح الخنزير يحفر الأرض بأنفه بحثاً عن المزيد، ولكنه لم يتعلم أن ينظر إلى أعلى وأن يدرك أن المشمش نزل من فوق. ظننت أن القصة تحمل مغزاً فلسفياً محضاً، فهو لم يذكر يسوع على الإطلاق،
ولا حتى الكتاب المقدس. وفي وقت لاحق شعرت بقوة متفجرة في داخلي فقلت أنا أؤمن. وبعد أن قلت ذلك شعرت باحمرار وجهي وكأن شخصا رآني وأنا أسرق. كان وانغ تشينغ ساي متحمسا جدا للعثور على الكتاب المقدس الذي ألقاه بعيدا، وقد نجح في العثور على صاحب الكتاب. قلت أريد أن أقايد دراجة الهوائية بكتابك المقدس القديم، ولكنه رفض. في تلك السنوات كان ثمن الدراجة الهوائية الجديدة يساوي ثمن سيارة في وقتنا الحاضر، ولكن الكتاب المقدس كان شيئا لا يقدر بثمن للمؤمن المسيحي. لقد تم إغلاق الكنائس، ومنذ سنة 1958 فصاعدا لم تكن هناك اجتماعات، ولكن إحدى الأخوات المؤمنات المسنات كانت تصوم وتصلي وتصرخ إلى الرب كل يوم. وفي أثناء الثورة الثقافية عثرت الحكومة على كتاب مقدس في بيتها فاعتقلوها، لقد ضربوها وكسروا إحدى قدميها. كان هناك كتاب مقدس واحد نجا من الثورة الثقافية في حدود 50 ميلا من منزلنا، كان يحتوي على العهد الجديد، ولكن فقط من الأصحاح 12 من رسالة رومي إلى الأصحاح 11 من سفر الرؤيا. كنا نريد أن ندرسه، ولكن أصحابه لم يوافقوا على إعارته، لذلك فقد كنا نذهب إلى هناك لعمل نسخ عنه، وفي كل أسبوع كنا نقوم بزيارتين أو ثلاث زيارات. كان أول كتاب مقدس حصلت عليه من إحدى الأخوات، كان أحد الأشخاص من هونغ كونغ قد أعطاها إياه، وفي أثناء الاجتماع قمنا بتمريره لكي يتمكن كل شخص من لمسه والإحساس به لبضع ثواني، وقد وضعه الجميع على خدودهم وقبلوه. وبعد أن قبله الأشخاص 30 الحاضرون كان الكتاب قد امتلأ بالدموع وأصبح لونه الأحمر باهتا. في الثورة الثقافية كان المسيحيون الصينيون يخاطرون بحياتهم للاحتفاظ ببضع نسخ من الكتاب المقدس، لكن في نهاية الثورة كانت هناك العديد من النسخ المكتوبة باليد، كما أن المؤمنين فيما وراء البحار بدأوا بتهريب الكتب المقدسة إلى الكنائس البيتية عبر البلاد. ولم تتم طباعة الكتاب المقدس في الصين إلا في سنة 1985 برعاية إحدى المؤسسات الغربية، وقد طبع بكميات كبيرة، ولكن حتى في وقتنا الحاضر فإن التوزيع العلني للكتاب المقدس محظور، فيجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على نسخة من الكتاب المقدس أن يشتروها من إحدى كنائس المبادئ الذاتية الثلاثة. لا يمكن للجبال أن تمنع الأنهار من التدفق إلى المحيط، وفي وقتنا الحالي أصبح الكتاب المقدس متاحاً لملايين العائلات الصينية. إنه ينبوع في الصحراء يروي كل نفس عطشانة. في نهاية السبعينيات من القرن الماضي بدأ إطلاق سراح المسيحيين من السجون. كنت متشوقا للرجوع إلى البيت، لم أضيع أي دقيقة، بل ركبت القطار السريع. كانت الساعة 11 ليلا عندما وصل القطار إلى بكين. تناولنا أنا وابنتي الكبرى وزوجها وابننا الثالث بعض العصيدة قبل أن نتوجه إلى محطة القطار. كان الضوء خافتا وأحمر اللون، لم يكن باستطاعتنا الرؤية بوضوح، بل إننا أحسسنا بإرهاق شديد في أعيننا. انتشرنا نحن الأربعة على طول محطة القطار، ولم يكن بمقدور الواحد منا أن يرى الآخر. بقينا نبحث في كل مكان في المحطة إلى أن غادر الجميع، ولكننا لم نجد. مضى على غيابي أكثر من 20 عاماً، وكنت أرتدي ملابس سوداء، سترة مبطنة بالقطن وبنطالا، وقبعة كبيرة من الفرو وحذاء، لم يتمكنوا من رؤيتي. استقل ألين يوان الحافلة إلى بيتاسي، ولكنه لم يتمكن من العثور على بيته،
بحثت هنا وهناك، بدأت أنادي اسم زوجتي. في سنة 1958 كنا في فوينتانغ، ولكني لم أعرف العنوان الجديد. ردت زوجة ابني الثالثة على ندائي، ذهبت إلى محطة القطار لاستقبال شخص ما. قلت لها إن ذلك الشخص هو أنا، ولعلكم تذكرون أنني لم ألتقي يوما بأي من زوجات أولادي، فقد كان عمر ابني الأكبر 17 سنة عندما سجنت. عادت السيدة إيوان وأولادها من محطة القطار وهي محبطة جدا. رأيت نورا في غرفتي، هل هذا معقول؟ صعدت الدرج بسرعة وفتحت الباب. كان هناك يغسل قدميه، كان رأسه محلوقا وكان سعيدا جدا. لم أدري ماذا أقول. قال لي أنهم أعطوه 60 يوانا للسفر. كنت ما زلت عاجزة عن الكلام، كان نحيفا جدا، لم أدري ماذا أقول. مع ذلك فقد كنت ممتلئة بالفرح والشكر. قال الأشخاص غير المؤمنين بيسوع إن قدراً قوياً هو الذي ساعدني على العودة إلى بيته، ولكن لم يكن القدر، بل كان السبب هو أني ولد من أولاد الله. كان أول شيء فعلناه هو أننا شكرنا الله، كان ذلك أعظم من أي رجاء لدي في أن يرجع إلينا. ولكن تبين لنا أن السجن كان مكاناً آمناً له أثناء الثورة الثقافية، وإلا لكان ضرب حتى الموت. كنت شاكرة جدا عندما فكرت في ذلك. بعد أن غسل قدميه لم يأكل، بل ذهب لينام. نظفت المكان واستعديت للذهاب إلى العمل في اليوم التالي. لقد انتهت 20 سنة من السجن، ولكن ألين يوان كان يعرف أن زوجته عانت أثناء هذه السنوات الطويلة. كل هذه السنوات التي غبت فيها عانت زوجتي كثيراً أثناء تربيتها لأبنائنا. بعد أن سجن كان عدد أفراد العائلة 8، أنا وحماتي و6 أبناء. لم يكن لدي عمل. عندما أصبح لدي عمل كان دخلي اليومي 80 سنتاً، أي 24 يواناً أو 3 دولارات في الشهر. وبعد دفع عشور البالغة 3 يوانات كان يتبقى لدي 21 يواناً فقط. كيف يمكن لثمانيتنا أن نعيش بهذا المبلغ الضئيل جداً؟ كل ما كان بإمكاني فعله هو الصلاة. أجل يا رب، هذا منك. كل ما أطلبه منك هو أن تحمي أبنائي وأن تحميني من إهانة اسمك. لم يتذمر أي من أبناء الستة. لقد كنت أخبرهم في أغلب الأحيان بأن أباهم لم يسجن بسبب أي جريمة، ولكن أبنائي عانوا كثيراً. فقد كانوا ينعتون أحد أبنائي رأس خبز الذرة، لأن غداءه اليومي كان مصنوعاً من خبز الذرة، وقد قال لي: هل يمكنك أن تشتري لي فطيرة من خبز القمح؟ ولو لمرة واحدة فقط لكي أسكتهم؟ قلت له أنني لا أستطيع، فإذا اشتريت فطيرة واحدة فلن يكون هذا منصفاً لبقية إخوته، ولم يكن بمقدوري أن أشتري 6 فطائر. وصلت هذه العائلة المؤلفة من 8 أشخاص الحضيض، فلم يعد هناك أي شيء يصلح للأكل. كان الوقت متأخراً، حوالي 11 ليلاً. صليت قائلة: يا رب، ليس لدينا أي شيء نأكل يوم غد. يا رب، إذا لم توفر لنا الطعام فليس لدينا سوى الماء. لكن في صباح اليوم التالي قرع أحدهم على باب البيت، وكنت قد فرغت للتو من صلاتي. فتحت الباب بسرعة. كانت هناك سيدة عجوز في 60 من العمر، لم أكن أعرفها، لذلك فقد سألتها عن اسمها. قالت: أرجوك لا تسألي عن اسمي، الروح القدس قادني إلى هذا البيت. ثم قالت: لقد جلبت لك شيئا. ثم أعطتني مغلفا، فتحت المغلف بعد ذهابها، فوجدت فيه 50 يوانا، وهو مبلغ كبير أنذاك. وهكذا فقد تمكنت من شراء الطحين والفحم والطعام. وفي أحد الأيام جاءت فتاة إلى عائلة يوان ومعها 3 مغلفات. قالت: أعطي المغلف الكبير للعم يوان، والمغلف الوسط لك لتوزيعه على الأشخاص المحتاجين، والمغلف الصغير سيغطي مصاريفك. قلت: ما اسمك يا بنيتي؟ قالت: أرجوك لا تسألي، أمي أوصتني بأن لا أخبرك. طوال تلك السنوات 20 الصعبة كانت هذه المحبة العظيمة المتدفقة من أعلى ومن الأشخاص المحيطين بهذه السيدة اللطيفة هي التي ساعدتها وعائلتها على الصمود معنويا ومادياً.
كان ذلك مذهلاً. كان المال يصل بالبريد كل مرة باسم مرمز، إما 1078 أو 1056، وكنت أرد قائلة: لقد استلمت المال، أرجو أن نلتقي قريباً. أنا لا أعرفك، ولكن شكراً لك من أجل عطية المحبة هذه. وبعد يومين كانت الرسالة ترجع إلي مع ملاحظة من البريد تفيد بعدم وجود شخص بهذا الاسم. بقي المال يأتي كل شهر لأكثر من 20 عاماً. قال بعض الأشخاص مثل جيراني: كيف يمكن أن تكوني فرحة بعد كل ما مررت به من ألم؟ إنهم لا يفهمون، ولكني أفهم، فربي هو الذي قواني. في سنة 1978 تم إطلاق القس سامويل لام من السجن. عندما خرجت من السجن علمت أن زوجتي ماتت قبل سنتين وأن أبي مات قبل 7 سنوات. عندما رجعت من معسكر العمل لم يكن لدي شيء، لم يعيدوا إلي أيا من ممتلكاتي. لقد جاءوا إلى بيتنا 3 مرات لمصادرة الأشياء، وأخيرا طردونا خارجا، وقد اضطررنا للعيش في غرفة صغيرة مظلمة لا تتعدى مساحتها 7 أمتار مربعة. ربما لم يتوقعوا أن الضغط الذي سيواجهونه بعد مغادرة السجن لن يتغير، فقد كان ما زال عليهم التسجيل في كنيسة المبادئ الذاتية 3. ولكن كان هناك موقف ينبغي على الحكومة أيضاً أن تتعامل معه، فقد بقيت أجوبة المؤمنين المسيحيين هي نفسها كما كانت في السابق. لقد رفضت أن أسجل، هذا هو ما قلته، اعتقلوني مرة أخرى إن أردتم. كنت في 75 في عام 1999 وقد اعتدت السجن. لقد اعتقلوني في المرة الأولى 16 شهراً وفي المرة الثانية 20 سنة. عندما عدت إلى البيت في شهر تشرين الأول أكتوبر 1979 كان الناس يأتون إلى منزلي كل يوم. كان البعض يأتي لقراءة الكتاب المقدس والبعض يأتي للصلاة، وفيما بعد أسسنا خدمة الكنيسة البيتية. إيماني أهم من أي شيء آخر، وإذا كان القوانين الحكومية تتعارض مع إيماني فلن أخضع يوماً لإنسان.
أنا لم أكن معاديا للحكومة، بل إن الحكومة هي التي أساءت فهمي. فوفقا للكتاب المقدس فإننا نخضع للسلطات، ولكن فيما يتعلق بالإيمان أخضع لله. هذا هو كل ما في الأمر. لقد استمروا في التمسك بإيمانهم واستمروا في حمل صليبهم. الفترة الواقعة بين 1985-1986 احتجزوني 3 أشهر، وفي الفترة ما بين 24 نيسان و 23 تموز 1992 وضعوني خلف القضبان 3 أشهر بتهمة توزيع الإنجيل خارج المنطقة المسموح بها مسبقا. جاءت شرطة بلباس مدني يوم الأحد وأعلنوا أنه لا توجد خدمة في ذلك اليوم، وقد ادعوا بأن يوان مريض. في وسط التجمع دخل 7 رجال أمن بالزي الرسمي، صعد 3 منهم إلى الأعلى ووقف 4 الباقون عند أسفل الدرج. قاطع أحدهم عظتنا وسأل من الذي أبلغ الشرطة عن محاولة انتحار. قال أحد الإخوة إن أحدا لم يبلغ عن أي محاولة انتحار. ثم بدأنا نرنم في الصليب في الصليب، وبقينا نرنم فيما غادروا. هؤلاء المسنون الذين حرموا من شبابهم والذين ينظر إليهم كغرباء في العالم المعاصر، هؤلاء لم يظهروا أي مرارة أو ندم. أول مرة سألوني إن كنت سأتقدم باستئناف، أجبتهم بالنفي. لماذا ألتمس شيئا من البشر؟ كل ما أحتاج إليه هو الصلاة إلى الله. يجب أن لا نستاء من أي شخص، لأنه ما من شيء يحدث بسبب الإنسان، بل إن الله هو الذي يسمح بأن نعاني بهذه الطريقة. بعد إطلاق سراحي لم أستأنف. قال الشرطي: لن نعوضك عن الأضرار لأنك ستستمرين في عمل الشيء نفسه. قلت: طبعا سأستمر في فعل الشيء نفسه، فالرب وضعني على هذه الأرض لكي أشهد عنه، وهل من شيء أهم من ذلك؟ ألم يقل الرب لي منذ البداية أن أضحي بكل شيء وأن أحمل الصليب وأن أتبعه؟ هذا هو طريق الرب وأنا أسير خلفه، فلماذا أتضايق؟ ولماذا أشكو؟ هذه أكبر بركة في حياتي. حكم على أبي فراس في الأصل مدى الحياة، ولكنهم أطلقوا سراحه في سنة 1987. كان من المهم بالنسبة إليه أن لا يغادر السجن يين شوان، لذلك فقد بقي يعيش في منزل مجاور. لقد خدعتني المحكمة، فقد غيروا أقوالي من غير تائب إلى تائب لكي يطلقوا سراحي. وقد اعترضت بطريقتين. أولاً رفضت أن أغادر السجن آنذاك، وبعد أن أطلق سراحي قررت أن أعيش كشخص محكوم عليه بالسجن المؤبد خارج البوابات. وهو لم يعش في مكان قريب من السجن فحسب، بل كان يصوم 5 أيام في الأسبوع. إذا استمريت في الصوم هكذا فسوف يعرفون أنني لم أتب وأنني لا أقبل اتهاماتهم في المقام الأول. وإذا استمريت في الصوم بهذه الطريقة إلى أن أموت فهذا يعني أنني أرفض التوبة حتى الموت. وبعد 15 سنة من الصوم بلغ أبي فراس نهاية حياته عن عمر يناهز 78 على هذه الأرض واستراح في الرب. بعض الكنائس في يين شوان عبرت عن رغبتها في الحصول على بعض من رماد جثته، ولكن الرماد ألقي بهدوء على النهر الأصفر. وفي رسالته الأخيرة إلى أقربائه كتب أبي فراس: لقد مت كمجرم غير تائب تماما كما هو حال ربي يسوع. لقد آمنت بيسوع وتبعته لسنوات طويلة، وقد كان الرب يسوع يسمع صلاتي دائماً.
كما أنه كان معي، لذلك لن أنكره مهما حصل. الصليب يفوق كل عقل بشري، فدرب الصليب هو درب التواضع والمجد، درب الألم والفرح، درب التضحية والانتصار. في شامين تقوم السيدة يانغ شين فاي بقيادة كنيسة بيتية تتألف في الأصل من طلبة الجامعات، كما أنها تعظ في المدن والقرى المجاورة. وفي شنغهاي وبكين فإن القس موسيس شي يكرس سنوات عمره الأخيرة لتوصيل البشارة ولخدمة الأعداد من الشباب الذين أرواحهم عطشة. وفي كوانجيو فإن القس سامويل لامب وكنيسته البيتية في دامازهان يقفون بصمود وبسلام رغم جميع المحن والضيقات. قبل أن أسجن كان عددنا 400 شخص، وبعد أن خرجت كان عددنا 900 شخص، وقد صادروا المنزل في سنة 1990. بعد ذلك زاد عددنا فأصبح 2000. لم يكن الطابق الثالث واسعاً بما يكفي، لذلك كلما زاد اضطهادهم زادت بركاتنا. في الوقت الحاضر انتقلت الكنيسة إلى رونغ ويلي، وهناك كل يوم هو أشبه بالعطلة الأسبوعية من حيث أعداد المؤمنين الذين يجتمعون معا بفرح. وفي بكين فإن الكنيسة البيتية في منزل القس ألين يوان هي أشبه بالمنارة التي تشع رجاء في وسط الظلام الحالك. أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس لكي تتحد معه في موته وقيامته. آمين. في كل فصل صيف يقوم ألين يوان بتعميد مئات الأشخاص. لقد دعاني الله لنشر الإنجيل ولخدمته، وفي قلبي أنا أقبل الرؤية من فوق. ومع أننا نواجه المحدوديات في أمور كثيرة، إلا أن الشيطان لن يهزم الكنيسة أبدا. واليوم فإن عمل الرب يتقدم في الصين كما حدث في زمن أعمال الرسل.